ورشة العمل. مبدئيا طبعا نرحب بضيفنا وزميلنا وصديقنا دكتور اسلام عبد الباري، ليس غريبا على قسم الاقتصاد وعلى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، اخ فاضل وصديق وكل شيء جميل، وهو شرف ان يكون بيننا اليوم. رجل له باع في مجال البحث العلمي، وطبعا انا متأكد انكم بإذن الله ستستفيدون كثيرا من البرزنتيشن او من العرض الذي سيقدمه الدكتور اسلام. ارحب بحضراتكم جميعا، ارحب بالدكتوره نهى ناجي. لي رجاء شخصي ان شاء الله، يعني ان المحتوى اذا كان في هناك امكان ان احنا نتيحه يعني فيديو او نتيحه مكتوبا يعني باللغتين، حتى لو ممكن يعني اذا امكن ذلك باللغتين العربيه والانجليزيه لكي يعني يستفيد منه اخرون، وممكن ان ننشره باذن الله على موقع الكليه. ارحب بحضراتكم مجددا، وان شاء الله اتمنى لكم يعني تدريبا مثمرا وموفقا، وهذا ما نتوقعه من العزيز الدكتور اسلام. شكرا جزيلا لحضراتكم، واسمحوا لي بالانصراف. شكرا. شكرا يا دكتور جدا. شكرا جدا، وحضرتك بتشرفنا يعني وكتر خيرك، وحضرتك استاذ قبل كل شيء، وبتشرف ان انا دايما كنت تلميذ حضرتك، ويعني ربنا ان شاء الله يوفقنا، ويعني وزي ما اقول حضرتك الماده العلميه كلها طبعا هتبقى متاحه وهتبقى موجوده، وان شاء الله دي اول ورشه، وبعد كده لو اتعادت تاني اكيد هيبقى هنكمل عليها، وهيبقى في مجهود اكبر معمول مبذول، وهيحصل فيه جزء كبير من الترجمه، وإن شاء الله يعني الأمور تتحرك للأفضل بإذن الله. بإذن الله طبعا هي البداية، وإن شاء الله إلى مزيد بقى من العمل المشترك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا دكتور. شكرا. عايز سنة كده تتفضل. شرفتنا. الله يسلمك. دكتورة نهى اتفضلي. لو حضرتك حابة تقولي لنا. يعني أنا بس برحب، يعني طبعا برحب بجميع طبعا المشاركين، يعني سواء بقى من الكلية أو من خارج الكلية، وزي ما قلت يعني كان طبعا أمنيتنا إن احنا نرحب بكم يعني في الكلية نفسها، ويكون ده في ظروف طبيعية، بس يعني الحمد لله إن احنا قادرين نتواصل ونستفاد من يعني أي لقاءات علمية وإيفنتس مفيدة زي دي إن شاء الله. ويعني مش هطول انا، بس طبعا بتمنى لكم ان انتوا تقضوا ان شاء الله 3 ايام كلها يعني استفاده ومتعه في نفس الوقت، يعني لان البحث العلمي هو المفروض ان هو متعه طبعا لينا كلنا، فان شاء الله يعني خلال ال3 ايام دي تكون استفاده، وما عنديش شك ان ده ان شاء الله اللي هيحصل مع دكتور اسلام، يعني ده اكيد. فباذن الله كده تنتهوا من الوركشوب ده، ومزيد بقى من التقدم في الرسائل الماجستير ودكتوراه، واللي هيخلص ماجستير يدخل على الدكتوراه، وإن شاء الله تكون رحلة يعني موفقة بإذن الله. وشكرا لكم، وشكرا لك يا دكتور إسلام. العفو العفو، ده أنا اللي شاكر ليك يا دكتورة، يعني حضرتك عملتي مجهود كبير معانا في الفترة اللي فاتت في التحضير، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا يعني إن شاء الله 3 أيام دلوقتي مفيدين لينا، ونبدأ نشتغل فيهم. إن برضو الدكتورة دكتور اسلام، دكتوره شيرين ازاي حضرتك؟ صباح الخير. انا بيك يا فندم، عارفين حضرتك لسه مخلصه محاضره او خرجت من المحاضره مخصوص علشاننا يعني. اه بقى ايوه كروتها عشانكم. كروتي حرام عليك، فاضل فيها 5 دقايق بس. لا ربع ساعه دكتور اسلام. طيب ماشي معلش. ايوه ده انا اللي اسفه ان انا بخش متاخر، بس غصب عني بقى انت عارف. وبرحب بكل الطلبة الجمال، ولادنا واخواتنا، وعايزة طبعا أشكر دكتور إسلام، اسمه إيه بقى، الابن البار للكلية، اللي دايما دايما حقيقة فاكرنا، ودايما كل مساهماته تلاقيها كده متوجهة لنا. وطبعا لازم اشكر الجمعيه العلميه الامريكيه للعلوم السياسيه على دعمها لينا دايما اكاديميا وماديا، وان شاء الله الورك شوب ده، هو تقريبا احنا عملنا قبل كده ورك شوب يا دكتور اسلام صح؟ احنا كنا عايزين نعمل ورك شوب ما عملناش، عملنا ورك شوب زمان في الاكاديميه 2014 في مجموعه حاضرين دلوقتي معانا، لكن بالظبط ده كان تبع الابسا برضو صح؟
يعني كان بشكل غير مباشر. تمام. يعني لا بس ان شاء الله احنا ناويين يكون في سلسله ان شاء الله من الورك شوب ان شاء الله. وانتوا دايما وانتوا كمان هتتابعوا الطلبه ان شاء الله بعد النهارده، مع انا متاكده ان هم هيتبسطوا ان شاء الله من هيستفيدوا جدا من الورك شوب ده ان شاء الله. وان شاء الله هم اللي هيتابعوا معانا، وهم اللي هيقولوا هيقولوا لنا هم عايزين ايه بالظبط، لان هم اهم حد، يعني اكتر واحد بيبقى ايديه في الشغل هو اللي بيحدد ايه هو اللي عايزه، وهو ده هدفنا. يعني هم الطلبه خصوصا طلبه البي اتش دي او حتى الماستر، احنا بنقول البي اتش دي بالذات علشان دول خلاص قوبه قوسين او ادنى، يعني خلاص دول هيبقوا ستاف او هياخدوا خلاص البي اتش دي. والمرحله اللي انتوا فيها دي مهما كانت صعبه او طويله، هي دي المرحله اللي انت بتتعلم فيها. يعني بعد كده اول ما تاخد البي اتش دي بتنخرط بقى في العمل. ما تقولش انت منخرط، ده الانخراط التاني هيبقى مختلف خالص، يعني هتشوفه الوحش بقى اللي بجد. ايوه، ففي انخراط هيخليك ما انتش قادر ان انت تتعلم زي المرحله اللي انت فيها. انت المرحله دي التعليم جزء اساسي منها، فمهما كانت الرحله طويله لو كانت على اساس، يعني لو كنت انت استثمرت شويه في نفسك، حضرت وركشوبس مفيده، اتعلمت، تعبت، اشتغلت على نفسك، هتبقى طويله وصعبه لكن ممتعه، لان انت ماشي على ارض ثابته، وده كفايه ان انت عارف انت بتعمل ايه، مش حاسس ان انت ماشي عشوائيا، مش محدد هدف، مش عارف يعني ايه كونتريبيوشن. وانت البي اتش دي انت لازم تعمل كونتريبيوشن، لازم تعرف يعني ايه كونتريبيوشن، تكتب ازاي الكونكلوجن بتاعتك والتوصيات تطلع ازاي من شغلك، ازاي تبقى انت بتعمل حاجه فعلا طويله، وكده كده بتتعب وكده كده بتبذل مجهود، لكن لما بتبقى بتبذل مجهود في الاتجاه الصح، ده بيوفر لك وقت وبيوفر لك جهد وبيخليك بتحس انك بتتعلم بجد، وفعلا الرحله بتكون ممتعه يعني. وان شاء الله في اخر الوركشوب انتوا هتقولوا لي طبعا ان ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها. طبعا الوركشوب ده 3 ايام، لكن احنا اكيد بعد كده في وركشوب اطول شويه، هتبقى بقى عن فيها بقى الببليكيشن، وفيها شويه ديتيلز عن ازاي نكتب الريفرنسز وكده. وبرضه هنطلع اكيد من الوركشوب ده محددين ايه هي النقاط الضعف عندنا، او ايه الحاجات اللي دكتور اسلام فتحها معانا وعايزين نعرفها وعايزين نخشها ان دبث. وطبعا الريكومنديشن بتاعتكم مهمه جدا، وان شاء الله نعمل لكم يعني نعمل تاني يعني وكده.